على بالك علاش وقفتك؟ لا مش عارف والله ماني عارف. هات نقول لك. خاف كاني داير إجراءات كاع عندكم. وقفتك على جال استعمال يدوي للهاتف النقال أثناء السياقة. هذه عندك مخالفة من الدرجة الرابعة. غرامة جزافية مقدرة ب 5000 دينار جزائر. وعندك المخالفة الثانية الصنف تاع رخصة السياقة. ألف واحد. ما راكش دايرة هذا البرمي تاع طونوبيل ياك. وعندك عدم وضع لوحة ترقيم من الرغم من الكارت غريز راهي خارجة هاي. عندك ثلاث مخالفات. أنا حبستك على أجل استعمال يدوي للهاتف النقال أثناء القيادة. معايا شاف أنا هذه والله غير الحق ما نخدمش بها أنا مساعي باري. إيه ثم ما نستعملهاش بزاف كاع هذه شاف. أنا وقت تاع البرمي راني نجوز فيه عندهم ما طولوليش والله. قالوا لي غير السمانة هذه توجد سيرفيسي بيس. والتليفون الله ما خصوش نقول لك شاف. التليفون راك مخالف ومن بعد دير له ماتريكيل تاعك. معليش درك نديروك مخالفة تاع استعمال يدوي الهاتف النقال.